هذا كم كيلو هسه هذا؟ هذا كيلو ونص. يطلع سعره؟ يطلع هو من مكانه يطلع ب 36 تقريبا. يعني يطلع ب 24 من مكانه، لازم نحن نبيع اقل شيء في 27 28 على سعر اليوم. الكيلو؟ الكيلو. يا دوب يصرف، لان 100 غرام وربع كيلو ونص كيلو. القشفي لا استلام اليوم ل 13 نبيعه ب 16. 16. اي. اللبن؟ لبن اليوم استلام ب 30 واكو ب 30 وربع، بس احنا استلمنا ب 30. نبيع كمفردات باربعه او كجمله ب 30 ونص. زين جبن؟ جبن هذا هم ينباع ب 12 ب 13. جبن عرب؟ جبن عربي اليوم ينباع ب 13، نبيعها كان ب 12. زين الاقبال اشونو اللي غدا يكون الناس؟ نعم اي اقبال يصير يعني جيد، بس هو نهار واحد، نهار واول يوم العيد للساعه 10 الصبح هذا وينتهي السوق. بعده يقوم يبند والاسعار كلها ترجع تنزل من جديد. الاسعار تبقى نفسها اول يوم العيد لو تتغير؟ لا لا هسه ولي اول يوم العيد تقريبا نفس الاسعار. يعني جزء القيمه يصلي 30 ما نبيع اكثر. قبل العيد ب 20,000 19,000 يبيعونه. ومن يجي العيد يقرب ايام العيد بيوم يومين يصير القيمه قبل 22، ايش هذا السر مع الافران؟ 5000 7000 الفرق، اي ايش هذا السر؟ هو الناس تفرح بهذا توف العالم تقعد ايام عيد هذه تشتري لها قيمه وهذه تونس هي وعائلتها بها. طفره كبيره. اي 7-8000 كل كيلو ليش؟ هي الناس فقره ما عندها توف ايام عيد الناس تفرح هذه ما تبغى. انا من الناس ما اشتري هسه ساعات تعليق اللي ب 28 قبل يومين ثلاثه كان ب 20. والله الاسعار يتحكم بها الجماسه. هو العلف غالي يجيبون لنا الحليب، حليب عاد هم يصعدوه لان يعني علف ياخذوه غالي. طن العلف قبل كان 250 300 هسه طن العلف 600 700. العلف يغلى بايام العيد هاي الخمس ايام كان ب 19 ب 20 هسه صار ب 25 25 و30 هسه انا حاليا ب 30 عاد ابيعه. ليش ارتفعت الاسعار فجاه؟ هاي كل سنه يعني ما اول مره وما صدق الموصل هاي حقيقه يعني لان هذا يصير عليه طلب من تكريت، يصير عليه طلب من الشمال، يصير عليه طلب من جميع المكانات فيجون يسحبون يصير سحب عليه فيصير عليه طلب قوي ولهذا يصعد السعر. ويتحمل مسؤوليه الفقير خبيل. هو اكيد ما حيقع بها الا فقير. الله بدك ما حيقع بها الا فقير. يقدرون يشترون كيلو؟ لا والله ما يقدر يشتري، يعني هذا يجي ياخذ ربع كيلو شوفه ثقيل عليه.